الله أكبر. الآن نحن في درعا البلد، أبطال الجيش الحر كل يوم يقومون في هذه السهرات الثورية ومناشدة العساكر بالانشقاق. الله أكبر الله أكبر. هنا أبطال الجيش الحر الآن يقومون بأحد أغاني الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. يا يما البلد. في هذا المكان يوجد أبطال الجيش الحر، حيث أبطال الجيش الحر مرابطون في هذه الجبهة وصامدون لمنع تسلل العصابات الأسدية على أحياء درعا البلد. وهنا تدور اشتباكات عنيفة بين أبطال الجيش الحر والعصابات الأسدية. الله أكبر. هنا أبطال الجيش الحر حيث يقومون لمنع العصابات الأسدية من التسلل إلى خطوط المتواجدة في درعا البلد. هنا في درعا البلد، درعا البلد الآن في هذه الليلة أبطال الجيش الحر في كل ليلة يصمدون في وجه العصابات الأسدية. هنا الآن سوف نلتقي بعناصر أبطال الجيش الحر المرابطين في الساحة القتال في هذه الليلة. الله أكبر. أبطال الجيش الحر هنا يمنعون العصابات الأسدية من التسلل إلى البيوت المدنيين في درعا البلد في هذه الليلة وفي كل ليلة. هون انتو بتظلوا مراقبين انه حدا يتسلل وهاي بالليل؟ نعم. عم بصير تسلل شيء؟ نعم بصير تسلل احيانا، بصير تسلل بالليل وعلى البيوت. على البيوت. وانتو هون منتشرين بكل مكان ولا شلون؟ كل الاماكن، كل شيء اماكن البيوت. ابطال الجيش الحر صامدون اليوم 37 في معركة درعا البلد ومنعوا العصابات الأسدية من التسلل حتى في النهار وفي الليل. هنا درعا البلد، ذهبنا إلى أحياء درعا البلد وإلى جبهات القتال أبطال الجيش الحر في درعا البلد، ورأينا القوة والعزيمة والثبات لأبطال الجيش الحر، وأقسموا على المضي والصمود في وجه الطغيان رغم القصف والدمار ورغم تقديم العديد من الشهداء. أصر أبطال الجيش الحر على الثبات في الليل والنهار، وأقسموا أن درعا البلد ستبقى صامدة في وجه الطغيان والعصابات الأسدية وفي وجه طغيان بشار الأسد. كان معكم أبو جعفر الحوراني من مدينة درعا.